آخر جزء هسأل فيه رانيا فريد شوقي، إيه أحلى دور للملك؟ لا كتير كتير، أنا بحب. طب وانتي صغيرة كان ايه احلى دور، ولما كبرت بقى ايه؟ كنت بعيط قوي لما كان بيتضرب في هو ما كانش بيتضرب طبعا، هو كان بيضرب يعني بس يعني ساعات كده. لسه كان في فيلم قريب مش فاكرة ايه، فكان بابا بيتضرب، تقول ما هو الراجل بيتضرب، قعدت تقوله بيضرب بس اهو ما بيتضرب اهو برضه. ايوه بس اتضرب يمكن مره واحده في كل الافلام. ايوه ده كان في افلام الافاتوس يعني بايد واحده يضرب 10. كانت الافلام زمان بتتباع كام خناقه لفريد شوقي، يعني العقد زي مثلا ليلى مراد كام اغنيه في الفيلم، فريد شوقي كام خناقه في الفيلم. يعني ناس دخل السينما عشان تشوف الخناقه. بس كانت والله كانت خناقات بالنسبه اللي بيحصل دلوقتي ولا حاجه. خناقه اموره ولطيفه. كيوت كده ولطيفه يعني. كنت بتعيطي في فيلم ايه؟ اي فيلم بيموت فيه كنت بتقهر من العياط، لدرجه ماما مره كلمت بابا قالت له تعالى الحقني بنتك هاريه نفسها عياط عشان فاكراك في الفيلم موت. فطبعا لا بحب له معظم افلام اللي انتاجه. اللي بحيط فيه قوي كان اللي تبكي حبيب العمر. ما بقدرش اشوفه دلوقتي خلاص، الموضوع كمان انتهى يعني. ما بحاولش عياط عياط عياط. ما هو كان ما اتعرض في السينما قال لك يعني تخش بعلبه كلينكس، لان هو الفيلم يعني ما تقدريش غير ان انت قلبك اتقطع. ده كان عمي احمد شوقي كان لسه متوفي، ولذلك سموا ابنه اللي هو نور الشريف في الفيلم احمد. فكان بابا يعني موجوع بجد. يعني هو فيلم يعني استاذ احمد يحيى كمان المخرج كان رائع يعني. طب يعني ما بتحبهوش وهو بيغني ولا زمان؟ بداية ونهاية. لا طبعا ده احلى مطرب في التاريخ اصلا. على فكره انت متحيزة. حسن ابو الروس ده على فكره انت والله متحيزة. احلى مطرب في التاريخ. بصوا ده هو كده. بس يا تنزل ادغدغك. والله ما تمام يا جدع، انت لقطت بسكاتك بقى بس بقى يا بتسترمى. والله ما تمام يا جدع، طب والله تمام. والحقيقه كلمه نجوم كلمه مش دقيقه، واحد من اعظم صناع السينما في مصر وفي العالم العربي، منتج ممثل كاتب واب وشيخ حاره للفنانين. وده الجزء اللي كنت بتكلم عليه في البدايه، ان هو كان بيحتضن كل الناس الصغير والكبير، مش بس في الفن، في مشاكلهم الشخصيه. دي حقيقه حصلت يعني. اللقطة بس اللي بتحضرني دلوقتي انه انا متأكدة على يقين انه لو كان فريد شوقي موجود دلوقتي وشاف رانيا فريد شوقي وهي على خشبة المسرح بتمثل في الملك ليه كده بقى هتخليني اعيطي، فخور لاقصى مدى، لانه مرة تانية رانيا فريد شوقي في الملك لير هي ممثلة من عيار رفيع جدا في غاية الاقتدار والإتقان لدورها في عمل ضخم زي كينج رانيا فريد شوقي.